السلام عليكم أحبابي، إحنا اليوم رايحين نتعلم عن الكهرباء والمغناطيسية. عملياً الدرس اللي مش كثار منا اللي لحقوا إنهم يتعلموه في المدرسة بسبب الأوضاع. معكم الأستاذ بشير رضا، أنا مرشد قطري للفيزياء، وبنفس الوقت أنا بعلم في المدرسة في الثانوي. تعال نبدأ في الدرس ونشوف شو اللي إحنا بدنا نتعلم اليوم. احنا رايحين نتعلم عن الحقل المغناطيسي، تعريف الحقل المغناطيسي، وحداته، خطوط التأثير اللي فيه. رايحين نتعلم عن الحقل المغناطيسي حول سلك لا نهائي. فتعالوا حبايبي احنا نبدأ ونتعرف بالبداية ونتذكر مصطلح مهم اللي رايح يساعدنا في فهم المادة. احنا مصطلحاتنا اللي بنتعلمها في الفيزياء تختلف نوعا ما شوي تعريفاتها عن الحياه الواقعيه. تعال نتذكر شوي شو تعلمنا احنا عن مصطلح الحقل في الفيزياء. الحقل في الفيزياء، حقل يساوي منطقه. بالنسبه لنا احنا في الفيزياء، حقل هو عباره عن منطقه ثلاثيه الابعاد. الإشي المميز للمنطقة هاي إنه كل جسم يوقع فيها رايح يشعر بتأثير فيزيائي معين. طبعاً ليش إحنا كنا تأثير فيزيائي معين؟ لأنه مصطلح الحقل إحنا تعرفنا عليه من خلال تعليمنا في صف الحادي عشر والثاني عشر في عدة أماكن. مثلاً إحنا تعرفنا على حقل الجاذبية الأرضية. حقل الجاذبية الأرضية حقل، هو كمان مرة هو منطقة، ولكن احنا ليش كنا تأثير معين؟ لأنه احنا بنحكي عن حقل الجاذبية الأرضية، يعني منطقة اللي إذا تواجدت فيها كتلة معينة، هاي الكتلة اللي احنا عمليا بنسميه الجسم رايح يشعر بقوة جذب بسبب تأثير حقل الجاذبية الأرضية. كمان مرة حبايبي، أنا بديت بجوز مش بعيد شوي عن الموضوع الاساسي، ولكن هاي المصطلحات اللي رايحه تساعدنا لقدام لفهم الموضوع. عمليا كل منطقه، كل جسم، كل كتله اللي موجوده خارج الحقل مش رايحه تشعر باي تاثير. ليه؟ اذا بنطلع هون على الكرة الأرضية وتأثير الجاذبية اللي موجود حواليها، واللي إحنا بنسميه خطوط تأثير الجاذبية الأرضية، رايحين نلاحظ أو زي ما قلنا إنه كل كتلة تواجد هون رايحة تشعر بتأثير الجاذبية. فمثلا الجسم X اللي موجود عندي هون رايح يشعر بتأثير الجاذبية الأرضية لأنه هو موجود داخل الحقل المغناطيسي للكرة الأرضية أو الحقل الجاذبية للكرة الأرضية. بينما إذا بنطلع إحنا على الزائد كجسم هو خارج الحقل المغناطيسي، بنلاحظ إنه هو لا يشعر بهذا التأثير. بعد نأخذ مثال آخر اللي أنتم برضو عرفتوه من خلال تعليمكم في الثاني عشر، الحقل الكهربائي. حقل كهربائي ايضا كمان مره، حقل بالنسبه لنا في الفيزياء هو عمليا منطقه، ولكن اما نقول حقل كهربائي يعني منطقه اللي فيها تاثير كهربائي. احنا قلنا مثلا حقل الجاذبيه الارضيه يعني منطقه اللي فيها تاثير جاذبيه. طبعا الحقل الكهربائي كلياتكم بتعرفوا انه كل شحنه موجوده بهي المنطقه بتشعر بالتاثير كهرباء. وايضا هون كمان مره حبايبي احنا بنحكي عن اتجاه خطوط التاثير. طبعا اتجاه خطوط تاثير الحقل الكهربائي اللي كان يميزها هي خطوط مستقيمه. عشان نتذكر مع بعضنا شو كنا احنا نتعلم، تعالنا نتطلع على الشكل الاتي. في عندنا جسم مؤثر موجود في الوسط اللي هو بيعمل الحقل الكهربائي حواليه. في عندنا ثلاث اجسام اللي انتم لاحظينها،
هاي الأجسام تشعر بالتأثير الكهربائي للحقل الكهربائي للشحن الموجب. طبعا هون في عندنا جسم مشحون متأثر وجسم مؤثر. إذا حبايبي هيك تلخيص اللي احنا عملناه لحد هسه، احنا تعرفنا على مصطلح الحقل او اتذكرنا عمليا مصطلح الحقل. حقل معناها منطقه. تعال ننتقل للموضوع الاساسي اللي عندنا اللي هو حقل المغناطيسي. حقل المغناطيسي يعني منطقه اللي فيها تاثير مغناطيسي. احنا رايحين هسه نعرف كمان شو المقصود في التاثير المغناطيسي، ولكن الشيء الاولي اللي احنا رايحين نشوفه هون انه حقل مغناطيسي الرمز تبعه طبعا بي، وملاحظين انه هو ايضا متجه بيمي متجهه، يعني يجب ان نذكر الكم تبعه والاتجاه تبعه. بالنسبه للوحدات، الوحدات تبعاته هي اسمها تسلا. طبعا حبايبي هنا اللي احنا بدنا نلاحظه زي ما شفنا في اشياء معينه اللي هي خاصه في الحقل الكهربائي، انه في شحنه يجب ان تكون لكي تشعر بالتاثير، وشيء ايضا خاص بالحقل الكره الارضيه حقل الجاذبيه اللي هو يجب ان تكون كتله لتشعر بالتاثير. هون في الحقل المغناطيسي ايضا في شيء مميز، انه لازم يكون عندنا شحنه، ولكن هي الشحنه يجب ان تكون متحركه، يعني لكي تشعر بالتاثير يجب ان تكون متحركه. تعال نتعرف على شو يعني مغناطيس. المغناطيس اللي هو بيعمل تاثير مغناطيسي، طبعا مش هو الوحيد، احنا رايحين نتعرف لقدام كمان على اشياء معينه اللي تعمل حواليها تاثير مغناطيسي. ولكن المغناطيس اللي احنا بنعرفه كلنا في حياتنا اليوميه عمليا هو جسم اللي يمكن انه يعمل تاثير مغناطيسي. هذا جسم مصنوع اما من الحديد او ماده اللي اسمها الكوبلت، او ماده اللي هي اسمها النيكل. طبعا ممكن كلياتنا في حياتنا اليوميه بنشوف الاشكال، الاول زي حلوه الحصان، والشكل الثاني اللي بنشوفه عاده. كيف نصنع المغناطيس؟ المغناطيس العادي، المغناطيس مشان يكون مغناطيسي ويكتسب صفة المغناطيسية لازم احنا نعمل فيه شيء معين. الاشي اللي بنعمله مشان كمان نعرف شو اللي احنا رايحين نعمله، بدي تتذكروا مع بعض، نتذكر مع بعض انه كل جسم معدني بمعنى اخر اللي احنا سميناه احنا والاساتذه المحترمين تبعينا اجسام اللي هي موصله، كل جسم من هالنوع احنا بنعرف انه هو غني في الالكترونات الحره، والالكترونات الحره عاده بتكون متحركه بشكل عشوائي مش منتظم. فمشان قطعه الحديد المعدنيه تكتسب الصفه المغناطيسيه يجب ان نرتب الالكترونات الحره اللي موجوده فيها بشكل معين بترتيب معين. يعني اذا احنا بنطلع على الجهه اللي موجوده هون، هون ما بنقدر نقول انه في عندنا مغناطيس، لانه الذرات والالكترونات اللي موجوده هون مش مرتبه. بينما هون هاي المنطقه احنا بنقدر نقول عنها مغناطيس، لانه الالكترونات اللي فيها مرتبه. طبعا احنا ممكن نسال حاليا كيف احنا ممكن نرتب هاي الالكترونات في للاسف الشديد في الوقت القصير اللي عندنا هنا ما بنقدرش انه نتطرق عليها انها 100%. طبعا في طرق معينه للترتيب تبعاتها، وبالتالي اي الترتيب اللي احنا بنوصل له نحصل على مغناطيس اللي له صفات مغناطيس. اذا لحد الان احنا تعرفنا، قلنا انه في عندنا جسم اللي بيأثر اللي بيعمل الحقل المغناطيسي. تعال نشوف شو صفات الحقل المغناطيسي، يعني في صفات كانت للحقل الكهربائي انه خطوط تأثيره مثلا هي خطوط مستقيمة.
تعال نتعرف على خطوط الحقل المغناطيسي. إذا بنطلع على المغناطيس، الشيء الأساسي اللي إحنا رايحين أو لازم نعرفه إنه كل مغناطيس في العالم فيه له قطبين. قطب شمالي في الحرف N من North، وقطب جنوبي في الحرف S اللي هو South. إذا في عندنا لكل مغناطيس في العالم قطبين. هذول القطبين هن اللي بدلنا كيف بتحركن خطوط التأثير المغناطيسي. يعني إذا أنتم بتلاحظوا خطوط التأثير المغناطيسي بتخرج من القطب N وتتجه بخطوط منحنية إلى القطب S. بمعنى آخر الشيء اللي إحنا هسه بنتعلمه إنه خطوط تأثير الحقل المغناطيسي هي خطوط منحنية مغلقة تخرج من مكان وتعود إلى مكان آخر. طبعاً هاي الخطوط زي ما إحنا تعرفنا مثلاً في الحركة الدائرية، حركة دائرية، المسار الدائري، ولكن في كل نقطة من النقاط إحنا بنقدر نحدد اتجاه السرعة مثلاً بواسطة المماس. فإذا بنطلع هون، إذا بدي مثلاً في نقطة معينة أحدد شو اتجاه الحركة عندي، ممكن إني أطلع على المماس وأشوف شو اتجاه. إذا إحنا لحد هسه تعرفنا إنه في عندنا حقل كهربائي مغناطيسي، تعرفنا كيف الخطوط تبعته شكلهم، تعرفنا من إنهم بيطلعوا من القطب الأن إلى الأس. طبعا السؤال اللي بعده ممكن إنه يجي كله، كيف أنا بعرف أصلا إنه في عندي خطوط تأثير مغناطيسي؟ يعني إذا أنت بتسألني مثلا إنه هل في عندك تأثير جاذبية؟ بتقول لي ببساطة أنا بمسك جسم برفعه لفوق وبسقطه، وهذا دليل على إنه في قوة جاذبية نحو مركز الكرة الأرضية. إحنا كيف بعرف إنه في تأثير مغناطيسي؟ بعرف بواسطة البوصلة. البوصلة هي الجهاز اللي إحنا كلياتنا بنعرفه، بنعرف إنه هو عملياً جهاز اللي فيه له إبرة. هاي الإبرة في إلها شمال وجنوب. إذا بنطلع على الرسم اللي موجود عندي هون، بنلاحظ عندنا المغناطيس في الوسط، خطوط التأثير إحنا رسمناها منحنية خرجت طبعاً من القطب الأحمر اللي هو النورث تبعنا. إذا بتطلعوا بتنظروا على البوصلة في كل نقطة من النقاط، بتلاحظوا إنها هي زي المماس، تعمل مماس للمسار الخطوط المغناطيسية. والقطب الأحمر اللي هو القطب الشمالي للمغناطيس للبوصلة يتجه نحو باتجاه خط التأثير المغناطيسي. إذا بنطلع هنا برضو مشان ننتبه أكثر أو نفهم أكثر، بنطلع على الخط المنحني الموجود عندي هون، في هون الإبرة البوصلة تتجه أيضا نحو الشمال. تعال نتعرف على حقل مغناطيسي حول السلك لا نهائي. الأول حبيبي خلينا نشوف شو معنات لا نهائية في الفيزياء. في الفيزياء لا نهائي احنا فينا تعريف خاصة فينا، بمعنى إذا احنا بنيجي نطلع على جسم إنسان جنب فيل بنشوف إنه الفيل هو ضخم جدا بالنسبة لنا. أما إذا بنطلع على الفيل بالنسبة للجبل بنلاحظ إنه الجبل هو ضخم جدا بالنسبة للفيل، فلذلك بنقول إنه الجبل هو لا نهائي بالنسبة ل الفيل. هسا اذا احنا التعريف اللانهائي تبعنا بنعرفه نسبيا. اذا بنطلع مثلا على لوح بنقول لان لوح لانهائي اللي هو عمليا ورقه الفوليو اللي بنستعملها اللي طولها 30 سم وعرضها 20 سم، السمك تبعها هو 0.001 سم، بمعنى اخر السمك تبعها هو مهمل بالنسبه لطول العرض، يعني بالنسبه لطول العرض هو صغير. فإذا لما نيجي نقول سلك لا نهائي، المقصود إنه ممكن يكون عند السلك طوله 2 متر ولكن قطره هو صغير زي ما انتم شايفين على الشاشة هون،
وهو مهمل. فهذا هو التعريف تبعنا لسلك لا نهائي. بالنسبة للحقل المغناطيسي حول السلك لا نهائي اللي بمر في تيار، الشرط الأساسي اتفقنا إنه مشان يعمل حوالين حقل مغناطيسي لازم يكون حركي للإلكترونات. التيار الكهربائي إحنا كل آياتنا بنعرف إنه هو عمليا حركة موجهة للإلكترونات، فبالتالي رايح يكون عندي حواليه حقل مغناطيسي. الحقل المغناطيسي إحنا عادة بنستعمل اليد اليمين مشان نحدد الاتجاهات تبعاته. الإبهام زي ما أنتم شايفين هون بحسب بيعطيني التيار. الأصابع الأربعة، اللفة تبعت الأصابع الأربعة تعطيني اتجاه الحقل المغناطيسي حوالين السلك. طبعا انتوا حبايبي طلعوا على الجهة اليمين، هون في عندنا مثال ثاني. تعال تمنى احنا مع بعض نحط ايدينا، حط ايدك اليمين اتجاه الاي عندي هو للاسفل، يعني الابهام عندك للاسفل، الابهام عندك للاسفل اللي بيكون، ولفت ايديك بدها تكون مع عقارب الساعة زي ما انتوا ملاحظين. اذا هاي مثال ثاني. لقدام حبايبي مشان احنا نتعرف على اشارات معينة بالفيزياء، في عنا اشارتين. الاشارة هاي اللي هي خارج الصفحة، واشارة داخل الصفحة. شو المقصود؟ لما احنا بدنا نتعامل مع اي اشكال فيزيائية ممكن ان نحتاج محور اكس ومحور واي ومحور زد، وممكن يكون علينا صعب انه احنا نرسمهم، فلذلك في عنا اشارتين بيساعدنا. الاشارة الاولى يعني داخل الصفحة، والاشارة الثانية اللي هي نقطة زي السهم اللي خارج من الصفحة. يعني اذا بنطلع هون في عندي في الجهة اليمين الاكس، حط ايدك كمان حبايبي. الابهام بده يكون داخل الصفحة، والاصابع الاربعة هن اللفه تبعت الحقل الكهربائي المغناطيسي حوالين السلك. اذا بنطلع على الشمال في عندي الابهام هو للخارج لإلك باتجاهك، وبالتالي الاصابع الاربعه بدهم يكونن باتجاه الدوران تبع الحقل المغناطيسي. اذا بنطلع على قانون قيمه شده الحقل المغناطيسي، بنشوف انه هذا القانون اللي هو موجود معكم في ورقه القوانين، بنلاحظ ان العلاقه العكسيه اللي موجوده بين شده الحقل المغناطيسي وبين البعد عن السلك. فزي ما انتم ملاحظين كل ما انا اكون بعيد عن السلك كل ما تكون الشده اللي عندي هي قليله. اذا بتطلعوا حبايبي برضه على الشمال، انا حاولت اني امثل الرسم اللي موجود عندي هون في التعريف اللي احنا عرفناهم، بحيث انه النقطه اللي في الوسط اللي بتمثل السلك اللي خارج لبرا، خارج لبرا. وطبعا اللفه عندنا زي لفه عكس عقارب الساعه. انا يعني متاسف انه الوقت بده ينهي، واحنا مجبورين انه احنا للاسف نحكي بشكل سريع. ما انا بوعدكم انه لقدام يكون درس مراجعات، وفي نفس الوقت يكون تطبيقات عمليه. حاليا استودعكم الله، وفي مهمه نهايه الدرس زي ما انتم شايفين عم شدكم الحقل المغناطيسي، ورايحين احنا نتابع مع بعض في الجزء الثاني. فإلى اللقاء، شكرا لكم على الاشتراك وإلى اللقاء.